العين بصيرة والإيد قصيرة يا ست سميرة. ما هو مش ممكن أروح المدرسة بجد ما هو بلوزة مقطعة. خيطيهم شتكيهم. مش هلبسهم تاني أبدا بس. وأنا عرفت أجيب لي غيرهم منين؟ من الفلوس اللي كنت بتحوشيهم من ورا عمي. إيه؟ القرشين اللي إحنا شايلينهم للزمن وهو عمك عملها وزق. اتوكل على الله ويا عالم مرات عمك هتنشف فرقنا إزاي؟ مرات عمي حنينة جدا. حنينة جدا. روحي ياختي شوفي مين. طيب يا ماما. بلا غل. مين؟ المرات عمها. ازيك يا اهلا اهلا يا صلاح. اهلا يا مرات عمي. ما نتحرمش من دخلتك علينا. والنبي احنا كنا لسه في سيرتك وانت طالع لسه على السلم. بقول لها صلاح ما عادش بيجي يزورنا ليه؟ والله يا مرات عمي شغلي كان كتير اليومين اللي فاتوا وما كنتش عارف اتحرك. والشغل يخليك تنسانا يا صلاح؟ مش تطمن علينا يا اخويا؟ تشوفنا جعانين ولا عطشانين؟ عايشين ولا ميتين؟ مش برضو احنا نهمك ولا خلاص اللي كلنا راح ومات؟ ده كلام يا مرات عمي؟ ده انا روحي علشانكم. خد المبلغ البسيط ده صرفي نفسك بيه. ايه دول يا ابني؟ ناكل بيهم ولا نشتري بيهم جزمه وبلوزه للبت الغلبانه اللي ماشيه بجزمتها مقطعه وسط التلامذه؟ لا لا الفلوس دي للمصروف وانا معايا مبلغ صغير بكره اكمل عليه وانزل اشتري لها كل اللي هي عايزاه. كتر خيرك يا صلاح. طيب استاذن انا بقى عشان اذاكر لي شويه. ليه يا ابني؟ ده انت طول النهار تعبان في الورشه. اعمل ايه يا مرات عمي؟ سنه هتضيع مني. صحتك يا حبيبي. احنا عايزين صحتك يا صلاح. ربنا يستر. تصبح على خير. صلاح. نعم. ما تنساش هبعت لك سميره بكره. ان شاء الله. جزمه تكون على ذوقك يا صلاح. هتعجبك قوي. مع السلامة يا صلاح. خدت الناس السبت والحد وانا خدتي ما وردت على حد. شايفة العيال اللي تفرح طول النهار في الورشة زي الحمار واخر الليل يجري على المذاكرة وانت مش عارفة نفسك مسدودة ليه؟ يا ماما ده انا لسه سايبة الكتاب دلوقتي. وسيبيه ليه؟ اقعدي ذاكري. نفسي مرة تفرحيني وتطلعي الأولى.